مرحبا بكم إلى حلقة جديدة مع أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع ولدينا اليوم. الاعتداء الغاشم على الدكتور إبراهيم الكبسي في صنعاء من قبل مسلحين حوثيين، ونستعرض أبرز ما كتبه رواد المواقع حول مفاوضات الرياض وإلى موقع إكس. أبدأ بأول تغريدة لأحمد الخبي الذي غرد عن الاعتداء الحوثي الذي تعرض له الدكتور إبراهيم الكبسي في صنعاء بسبب مطالبته لمرتبات الموظفين. ندين ونستنكر العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف الدكتور إبراهيم الكبسي، ونطالب الجهات المختصة بضرورة ضبط الجناه وتقديمهم للعدالة، ونحملها مسؤولية أي تقصير، وليعلموا أن سلوكا إرهابيا كهذا يسيء إلى السلطة ويزيد من قتامة صورتها في أعين الشعب، فليبادر العقلاء إلى ردع هذا العدوان فورا. وهذه التغريدة لمجلي الصمدي الذي اعتدت عليه ميليشيا الحوثي بالأمس لتكرر إجرامها اليوم بحق الدكتور الكبسي. عادني ما نسيت التوحش الذي طالني في 24 أغسطس الماضي لأراه مجددا اليوم حسب مصادر متعددة، والذي طال الصوت الحر والشجاع الدكتور إبراهيم إسماعيل الكبسي بسبب آرائه ووقوفه إلى جوار الناس. كامل تضامني معك أيها الوطني الحر، ولا نامت أعين الجبناء. ويتحدث البرلماني عبد بشر عن ما تعرض له الكبسي وما يحدث في صنعاء في ظل غياب الأمن. ما الذي يحصل يا صنعاء؟ كنتم تتباهون بضبط المجرمين خلال ساعات، اليوم نرى إطلاق المجرمين للاعتداء، الصمدي واليوم الكبسي، فهل ترهل الأمن إلى هذه الدرجة؟ قلنا لكم سابقا لا تفرحوا بمثل هذه التصرفات الرعناء، وها نحن نعيدها، إظهار الأمن بالعجز وعدم ضبط الجناه واستهداف أصحاب الرأي عواقبه وخيمة. أما أحمد سيف حاشد غرد عن البلطجة والإجرام الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في صنعاء بحق المواطنين، مشيرا إلى ما تعرض له الدكتور إبراهيم الكبسي. سلطة تسقط كل يوم من وعي وعيون مواطنيها، سلطة بلطجية ومكسورة ناموس، يبدو أن بلطجتها ستفوق كل بلطجة. اعتداء بالضرب على الدكتور إبراهيم إسماعيل الكبسي أدى إلى آثار هي أكثر مما هي بادية في الصورة. أرادوا الانتقام من يده وأنامله التي تعريهم وتكشف زيف كل ادعاءاتهم. وهذه تغريدة للحوثي أبو حسين المداني عن ما يتعرض له كل من يطالب بالرواتب في مناطق سيطرة الميليشيا. نستنكر وندين بأشد العبارات جريمة الاعتداء الغاشم على الأكاديمي المناضل الدكتور إبراهيم إسماعيل الكبسي على خلفية مطالبته بصرف رواتبنا المقطوعة منذ 8 سنوات، والتي دائما ما تقابلها السلطة بالقمع والضرب. نعلن تضامننا مع الدكتور حتى يتم إيقاف هذا التعسفات وتسليم المعتدين إلى العدالة. محمد القاضي تحدث عن صبر المواطن منذ 9 سنوات وتحمله لممارسة ميليشيا الحوثي. ما قدرتوا تصبروا على مواطن بسبب انتقاد لكم وهو صابر على تقصيركم وعلى فسادكم طيلة 8 سنوات. المفروض إنكم تخرجوا كل جمعة ميدان 70، تلطموا أنفسكم وتطلبوا المسامحة من الشعب وتتوسلوا ودهم ورضاهم عنكم وليس العكس. ما هكذا تورد الإبل يا مؤمنين. بالانتقال إلى الوفد الحوثي الذي ذهب إلى الرياض للتفاوض، والذي حتى اللحظة المتصدر على منصات التواصل، استعرض بعض التغريدات وهذه إحداها لمحمد أنعم يقول عن دعوات الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح للحوار. سفكوا دماء الزعيم والأمين وآلاف اليمنيين واتهموهم بالخيانة لدعوتهم للحوار مع السعودية. اليوم تتسابق ميليشيات الحوثي إلى الرياض سارحين راجعين، والدجال لم يكترث بدماء الزنابيل. رحم الله الزعيم الحكيم، واللعنة على هذه السلالة التي أهلكت الحرث والنسل لتكرر نموذج صلح دعان. محمد عبد الله الكميم غرد عن عودة وفد ميليشيا الحوثي إلى صنعاء، والذي يؤكد هروبها من السلام.
ما دام عاد وفد مران الإرهابي لصنعاء المحتلة للتفاوض، فسجلوا عندكم هروب من استحقاقات السلام ورفض لكل الحلول المقدمة، وحلقة في مسلسل التسويف والمماضلة والمراوغة. تكرر هذا الأمر كثيرا مع تلك الميليشيات الإرهابية، وهي لعبة يجيدها بخبث المدعو الناعق محمد عبد السلام عندما يتورد في أي مفاوضات تخص عملية السلام بالذات، وخصوصا عندما تكون في مراحلها الأخيرة أو عند قرب التوقيع النهائي. محمد جميح غرد عن أهمية الوصول إلى اتفاق فيما يخص الملفات الإنسانية وعلى رأسها المرتبات. مهم التوصل لاتفاق بخصوص القضايا الإنسانية وفي مقدمتها المرتبات، بعد أن اختصرت حرب اليمن في معالجة نتائجها دون مواجهة أسبابها. مهم كذلك أن يكف الحوثي عن خداع أتباعه بالحديث عن عدوان سعودي، إذ لا يذهب عدو للتفاوض على أرض عدوه إلا إذا كان يراه وصيدا لا عدوا. عن المولد النبوي والاحتفاء الحوثي بهذه المناسبة الدينية وتحويلها إلى مناسبة سياسية، يقول مجدي عقبة ساخرا: بصراحة ودون زعل، نريد أطرافا أخرى تحتفل بالمولد لنحتفل معها. هؤلاء إذا لم تغض الطرف عن عبثهم أو على عبثهم يضعونك في مواجهة مباشرة مع الرسول شخصيا. أنت ضد تسييس المولد، إذا أنت ضد الرسول تحارب الرسول. أول مرة أتمنى أن يكون هناك تنافسا في المتاجرة بالدين. أخيرا من تويتر غرد همدان العلي عن الهدف الحوثي من فعالية الاحتفال الحوثي بالمولد النبوي الشريف والمتمثل في التعبئة ضد كل المناهضين لميليشيا الحوثي. هذه الفعاليات وإن كان ظاهرها احتفاء بمولد الرسول الكريم، إلا أن هدفها التعبئة ضد كل المخالفين للعصابة وإبقاء أنصارها في حالة دائمة من الكراهية ضد معتنقي المعتقدات السياسية والدينية الأخرى في الداخل والخارج، كذلك الترويج ونشر مفاهيمها ومعتقداتها الطائفية والسياسية في الأوساط المجتمعية، مقابل تحجيم الاحتفال بالمناسبات الوطنية المعروفة في اليمن وهي ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر. إذن أنتقل بكم إلى فقرة واي ترند وأبرز الموضوعات العربية والعالمية. في حين تواصل فرق الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد بأنهم ماتوا في عدد الأموات جراء الفيضانات التي أصابت مدينة درنا الليبية، خرج المئات من سكان المدينة المنكوبة في احتجاجات مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير، كما حسب ما ذكرت بعض المصادر. الأمم المتحدة أكدت أن وكالاتها العامة العاملة في درنا تحرص على منع انتشار الأمراض. أما الهلال الأحمر الليبي قال إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا. السماح بالكارثة بناء على دعوة من السلطات المحلية، فريق انتشال الجثث وفريق إسعاف الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي كان حاضرا من الساعات الأولى، وبصراحة ساعدونا مجهود كبير، يعني داروا إنجاز كبير في أيام معدودة. لو كان ما فيش هالفزعة ما مستحيل نحن كأهل درنا ما عندناش الإمكانيات اللي تخلينا نقدر نعمر البلاد هذه من جديد. توفي شاب سوري يدعى أحمد مدراتي في تركيا متأثرا بإصابته جراء إطلاق النار عليه على أيدي شباب أتراك. الجريمة تخيلوا هي الثالثة خلال أسبوع واحد،
وسط تصاعد الاعتداءات العنصرية. وسائل إعلام محلية قالت بأن أتراكا طالبوا من أحمد بدفع مبالغ كبيرة مقابل حمايته. عندما رفض أحمد الخضوع للابتزاز تصاعد التوتر وانتهى بوقوعه ضحية لهذه العصابة. أحمد قوم قوم صحصح قوم الله يرضى عليك. أحمد قوم قوم صحصح قوم الله يرضى عليك. حقق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمنية طفل إيراني بلقائه والتقاط الصور معه بعدما انتشر مقطع فيديو للطفل يبكي بعد منعه لقاء الدون. اللقاء جاء خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة مع فريق بيرسبو ليس الإيراني في دوري أبطال آسيا. تجمعت جماهير الكرة في إيران لاستقبال هداف النصر فور وصوله إلى العاصمة طهران. هذا ما لدينا اليوم على مواقع التواصل. نلتقي في جولة جديدة يوم غد في نفس الموعد. إلى اللقاء.